رايك يا كابتن في ركوبة الحنطور على البحر كده؟ والله مفاجأة جميلة يا كابتن جابر، أول مرة أركب الحنطور في اسكندرية هنا. الله. لا احنا دايما بقى الحنطور دي عند راس التين بقى لحد ابو العباس. شلاية مرسي ابو العباس. الناس بتتفسح من راس التين لحد ابو العباس. بتنزل تتمشى على الكورنيش يا كابتن جارم؟ طبعا على طول. منطقتي دي انت كده في منطقتي في المنظرة. المنظرة اللي عشت فيها وتربيت حياتك كلها فيها. حياة الـ وانا صغير. من سن 6 سنين تقريبا ابتديت اوعى العب كوره. لحد ما لعبت في نادي الاتحاد. ذكريات نادي ذكريات استاد اسكندريه، كلنا الماتشات الحلوه اللي اتلعبت في استاد اسكندريه، والذكريات استاد اسكندريه مع كابتن جارم. في ذكريات كتير قوي سنين، بس هي ذكرياتنا دايما يعني فرحه جمهور اسكندريه بالمكسب. قد ايه انت الشعب السكندري البسيط ده اللي الاتحاداوي اللي بيقطع من قوت يومه عشان يقطع التذكره كانت بجنيه يا كابتن. وهو مروح ويكون ربنا جعلني سبب ان انا افرح الناس دي. اول مره كنت بلعب في اسكندريه وشفت الجمهور وساس اسكندريه مقفول بالجماهير، عملت ايه وقتها؟ خبيت. ليه خضه طبعا جميل. طبعا احكي لنا يا كابتن جارم عن استاد اسكندريه والذكريات الحلوه معاك، خاصه اول مباراه تلعبها في استاد اسكندريه مع الاتحاد السكندري وجمهور الاتحاد كله قافل الملعب. لا شعور رهيب يا كابتن، حاجه طبعا. وانت حضرتك طبعا يا كابتن متعود جمهور الاهلي طبعا العظيم دايما بيملى المدرجات. شعور، لا شعور غريب قوي انك عايز تسعد الناس دي. تخيل مسؤوليتك انت ان تروح ال 15,000 دول فرحانين. مسؤوليه كبيره قوي. قد ايه سعادتي ان انا اكون ربنا جعلني سبب ان انا ان انا ابقى سبب في ان الناس دي تبقى مروحه مبسوطه. وانت كنت جيل يا كابتن جارم كان جيل دمكم خفيف في المعسكرات سواء لا كنا مع الندى ومع المنتخب. احكيلنا بقى الكواليس والذكريات الحلوه، كابتن شحته، كابتن جارم، كابتن مبني، وكابتن طلعت يوسف. الاجيال حتى ما كنا بنتجمع في المنتخب كنا لعيبه الاهلي والزمالك والمحله والمصري والاتحاد والاولمبي. الناس بتحب بعض، بنحب بعض يا كابتن. احنا كنا بنعسكر في المنتخب، كان بيعسكر في اتحاد الكوره. اتحاد الكوره وقتها كان ده المعسكر بتاع اتحاد الكوره، ونادي الشرطه في وشنا. بنفطر ونتغدى عارف انت. وبالليل نيجي النادي الاهلي عندكم نشرب شاي ونتعشى بقى العشاء الحلو. لان طبعا كان اتحاد الكوره جنب اتحاد الشرطه سور واحد. اتحاد الكوره والنادي الاهلي سور واحد. مين اللي كان دمه خفيف في جيلكم؟ دمه خفيف؟ لا بوبو. بوبو الله يرحمه. بوبو كان وكان الكابتن مصطفى رياض نجم الترسانه كبير. كابتن مصطفى لا الكابتن مصطفى رياض الغزال. الخفه الدم والجمال والذوق كله اهلي. كله اهلي بقولك. بس احلى احنا لما بننزل نلعب في اسكندريه هنا كاننا بنلعب في القاهره بالظبط. لا في حب، في حب طبعا. لا طول عمر جمهور اسكندريه زواقه كابتن. طبعا اللي يحب الكره الحلوه واللعبه الحلوه اللي يعيش ويشوف المناظر الحلوه اللي قدامك لازم يبقى زواق. ولازم يبقى عنده. لا انتوا فرقه الاهلي بتقدم كره حلوه وحضرتك ماسك الاتحاد السكندري دلوقتي البراعه يا كابتن جارم. البراعه السنه دي في مواهب بقى زي المواهب القديمه عندنا. مواهب في البراعم 2008 و2009 و2010 و2011 و2012 اكيد بيفرق لما يكون لعيبه الفريق الاول يعني اكترهم من ولاد النادي زي ما كان جيلكم. اكيد طبعا. لان احنا ما نقدرش في نظام الاحتراف ده ان احنا نشتري. مش هنقدر نصارع الاهلي والزمالك وبيراميدز كمان حته الولاء والانديه الشعبيه وحته الولاء. لكن هي كمان المبالغ بقى مغاله فيها جدا. طب ما تيجي نكمل الذكريات واحنا بنتمشى يا كابتن. اتفضل يا كابتن. تعال اتفضل. اتفضل يا كابتن.